ضيفتي دلوقتي في الاستوديو موهبة جميلة جدا، احترفت اللعب على آلة القانون من صغرها ولسه بتدرس لحد دلوقتي في كلية التربية الموسيقية. وعلى الرغم من انها لسه بتدرس شاركت في حفلات ومؤتمرات موسيقية كبيرة جدا. ضيفتي دلوقتي في الاستوديو عزفة القانون الصغنونة ماجي مجدي، لسه بقى دلوقتي هتسمعنا مقطوعات موسيقية كتير جدا على قانونها الجميل اللي قدامنا ده. ازيك يا ماجي؟ الحمد لله، مشرفانا ومنورانا في استوديو عسل ابيض. نسيب نوركم والله. قولي لي بقى يا ماجي، ليه اخترتي آلة القانون بالاخص ان انت تعزفي عليها؟ دي آلة مش سهلة، وآلة كمان قديمة برضو. كبيرة عليا. لا يعني مش ناس كتير جدا في سنك بيختاروها، اشمعنى اخترتي الآلة دي؟ اوكي، هو الموضوع بدايته خالص ان انا يعني بحب من وانا صغيره اسمع ام كلثوم، عبد الحليم، اسمع الحاجات الكتير. الله، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 20، ماشيه في 21 كده. طب حلو. والله برافو. كان ماما يعني كانت على طول بتسمع الاغاني القديمه ديت، فانا كنت ببقى بقعد اسمع معاها، وكنت عارفه اغاني كتير بقى لعبد الحليم وام كلثوم وبتاع. فكانت لما تيجي تشغل حفله مثلا ام كلثوم على التلفزيون او كده، كنت ببقى شايفه الاله دي ومستغربه قوي، بقول ايه ده، طب هي دي، وببقى بقى عشان ده هو اسمه ايه وبيعمل اسمه ايه وبيعمل ايه، خاصه ان هو كان عبده صالح الله يرحمه كان هو على طول يعني متصدر الفرقه. فكانت لافته نظري بقى يعني مثلا كمانجات معروفه مش عارفه ايه كده بقى، هو بس الاله ايه دي بقى ما كنتش فاهمه. المهم فضلت كده بسمع وعرفت اسمها طبعا لما كبرت شويه، بس يعني ما اهتمتش قوي ان انا اسمع صوتها او اسمع لها حاجات مختلفه، لحد ما دخلت اعدادي مثلا، اخر اعدادي اول ثانوي كده، بقيت اسمع لها بقى حاجات، اعمال سولو لوحدها يعني حاجات. مين اللي جابها لك؟ مين اللي جابها لي؟ اختي وماما. يعني انا في الاول خالص كانوا هما مش متخيلين ان انا عايزه اخش قانون وكده. جيت في نهايه الثانويه بقول لهم انا كده كده كنت ناويه تربيه موسيقيه من زمان يعني، بس جيت بقى على اخر الثانويه خالص قلت لهم انا هخش قانون، فهم قالوا لي، فاستغربوا كده قالوا لي بس دي كبيره قوي يعني كتير، هتبقى كتير قوي. فقلت لهم لا يعني انا عايزاها وكده. بس اول ما دخلت الكليه بقى بعديها بكام شهر كده اختي جابته لي مفاجاه يعني. الله. بس فانا اتبسطت بقى قوي. طب عايزين نسمع حاجه بقى، عشان ايه يعني احنا عاملين نسمع بقى موهبه، مش عايزه بقى ايه اسمع بنفسي واقول لك. ماشي اوكي، نسمع فيروز يلا. الناس يا سلام، يلا بينا. اوكي بس واحده اظبط قعدتي. بص Thank you.
الله الله الله، حلو جدا جدا. ربنا يخليكي. شكرا. بتحبي تعزفي لمين تاني غير فيروز؟ بحب اعزف لمين تاني غير فيروز؟ والله بحب اعزف حاجات لام كلثوم، بس يعني حاجات بتبقى طويله قوي، فعلى قد ما بقدر كده بحفظ يعني، عشان لسه في الاول وكده. بحب اعزف حاجات لعبد الوهاب، بحب اعزف حاجات لعبد الحليم، يعني دول اكتر ناس بحب اسمع لهم واعزف لهم قوي يعني. طب قولي لي، انا قالوا لي انت في الامتحانات كنت شاطره جدا، ايه اللحن اللي اتميزتي فيه؟ هو فيه بتبقى يعني مناهج محددة طبعا، بحكم ان احنا جهة اكاديمية وكده، فبيبقى ليها مناهج محددة، بس انا دايما ببقى يعني ببقى كويسة في الحاجات اللي هي السريع، اللونجات اللي مش يعني اللونجة ده بيبقى قالب سريع كده خاص بالموسيقى، بيبين مهارة الآلة يعني، فدي بتبقى اكتر حاجة ممكن ابقى مميزة فيها يعني. طب هم قالوا لي بقى ان انت عزفتي مع ملحنين وعازفين كبار جدا، زي مين؟ هو انا عزفت يعني مع دكتوري، هو اصلا دكتور في المجال كبير، دكتور صابر عبد الستار، اصلا ده دكتوري واستاذي وله الفضل عليا يعني، فانا بعزف معاه بقالي ممكن سنتين اهو. بس وممكن اكون مثلا عزفت في مهرجانات، زي مثلا في مهرجان احكي للمرأة، ده بيبقى مؤتمر بيتعمل تبع يوم المرأة العالمي. بس عازفين وحاجات كتير كده لسه. طب نفسك تعزفي مع مين؟ نفسي اعزف مع مين؟ نفسي اعزف مع اي تاتش طبعا، ده اشهر عازف قانون في العالم، ده امنيه حياتي يعني. ونفسي اعزف ورا فنانين زي شيرين، كاظم الساهر، الناس طبعا طبعا العظماء دول طب يعني. حافظه حاجه لشيرين؟ لا لسه. طب كاظم بصراحه حافظه نفسك طب دلوقتي تعزف لنا ممكن اعزف لكم حاجه سريعه تبين مهاره القانون، لونجا. يلا يلا بينا. يلا نسمع. انا قاعده مستمتعه. طب انا عايزه اعرف آلة القانون دي ايه اللي بيميزها عن بقيه الالات، يعني ايه اللي مختلف فيها؟ يعني هو هي اصلا دايما بتبقى في الفرق، بتبقى هي المتصدره دايما يعني، عازف القانون كمان في اغلب الوقت بيبقى هو الليدر اصلا بتاع الفرقه، هو اللي بيدي مثلا الكوندكتور بتاع الفرقه، هو اللي يدي اشاره للفرقه تبتدي، بتبقى هي مساحتها الصوتيه مسموحه يعني، يعني من غليظه قوي لعاليه قوي، فمسموح ان هي تعزف عليها الحان بشكل اوسع يعني. ممكن وانت بتسمعي اللحن مثلا لو سمعتين العود تحسي، لا لو سمعتين القانون يبقى مختلف تماما، حليات بقى وصغير، بيبقى فيها شغل اكتر، بتدي الفرصة للعازف يعبر عن إحساسه وكده يعني، فده اللي بيميزها دايما، إن هي عشان كبيرة وليها مساحة صوتية كبيرة، فبتديكي فرصة أكتر إنك تنوعي في عزفك وطريقتك يعني، وتخلي العازف شخصية مستقلة ليه. طب قولي لي، إيه أحلامك كعازفة قانون؟ بتحلمي بإيه؟ عايزة توصلي لإيه؟ يعني شايفة نفسك فين؟ عايزة تعملي إيه؟ هنا احلامي دايما ان انا يعني نفسي إن مثلا يوم ما يجاب اسمي يقولوا ايه ده، دي عازفه قانون شاطره قوي، دي مشهوره قوي، قدرت تحقق يعني. معروف انه مثلا الستات بيبقوا مثلا في حاجات في مجالات مش بيعرفوا يبرعوا فيها قوي، او مش بيوصلوا ليها بحكم العادات والعرف والمجتمع وكده. عايزه احس ان هو مثلا ممكن يتقال ان هو دي الست مثلا قدرت تكسر القيود وتوصل بقى تبقى عازفه مشهوره وكده. انا نفسي قوي ان انا يعني اسمي يبقى على الاقل في الوطن العربي كله يبقى مسمع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب انا عايزاه بقى ايه دلوقتي، نختم باغنيه حلوه، ايه رايك بقى تعزف لنا حاجه من عبد الوهاب؟ عبد الوهاب. ممكن نعزف خطوه حبيبي؟ يلا. تمام.
جدا جدا. انا بصراحه سعيده وفخوره ان احنا عندنا في مصر يعني واحده موهوبه زيك كده. ربنا يخليكي. شكرا. مع الاسف وقتنا خلص النهارده، لكن ان شاء الله انا واثقه ان المره الجايه بتيجي تقعدي معانا في الاستوديو تبقي اسم كبير ومكسر الدنيا. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر فقرتنا النهارده واخر حلقتنا، وكان معايا عازفه القانون ماجي مجدي، والصراحه استمتعنا بكم من الطرب والاغاني الجميله ورجعتنا لايام زمان. انبسطنا جدا جدا ان هي كانت معانا النهارده في الاستوديو، ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من عسل ابيض.